فالناس بتلسع بسرعه بتلسع بسرعه. القصه الثانيه اللي كانت مفرحه جدا طبعا زي ما قلت لحضراتكم هي فوز مصر على نيجيريا. هنتكلم عن الماتش واللي حصل في الماتش، الناس فرحانه من النتيجه وقلقانه شويه من الاداء وكذا، لكن اللي انتشر جدا جدا وكان اولا سبب مفرح هو التجربه الناجحه لدخول الجماهير امبارح. امبارح كان المفروض 30-35 ألف، انا في رايي انه الاستاد وصل لحوالي 45-50 ألف واحد، اكتر حتى اللي دخلوا من حامل التذاكر. ومع ذلك المباراه عدت الحمد لله زي الفل، الناس كلها خرجت مبسوطة، حصلش اي اشتباكات، ما حصلش اي احداث، ما حصلش اي مشاكل، ما حصلش اي حتى احتكاك ما بين الامن وبين الجماهير. حتى الجماهير طلعت قالت لك لاول مرة الامن كان بيفتشنا وبيعمل شغله بس بيتعامل بمنتهى الاحترام، وده شيء يدعو للتفاؤل. بعد مباراة امبارح وبعد تجربة عودة الجماهير بهذه الالاف المؤلفة، انتشرت بعض الاخبار على بعض المواقع الصحفية النهاردة انه الجهات الامنية بالتنسيق مع اتحاد الكورة وافقت على عودة الجماهير الى المدرجات سواء في مباريات الاهلي والزمالك الافريقية او في مباريات الدوري. هل ده حقيقي ولا لا؟ خلينا الاول اتأكد من المصدر، صديقنا العزيز الحاج محمود الشامي عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم. مساء الخير يا محمود بيه. اسامر زي ما فاهم البيت ده حضرتك ازاي؟ ما عليك يا ريس، وحشني والله. وربنا يكرمك والله، اشوفك والله حبيبي السعوديه، بس ما ينفعش كده يا رب نشاف ده حد يطول يتشاف في السعوديه دايما يا رب. احسن 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 لقيا والله يا رب. ربنا يكرمك. اولا مليون مبروك، الله يخليك، على ماتش امبارح كلنا والله مليون مبروك، ويا رب اللي جاي يبقى احسن ان شاء الله، سواء امم افريقيا او الوصول لكاس العالم ان شاء الله باذن الله باذن الله. احنا حضرتك مش عارف تتخيل الماتش ده على المستوى الفني اولا، يعني خصوصا اتحاد الكوره نقلنا في الرانكينج نقله قد ايه، احنا دلوقتي اصبحنا من الخمسه الاوائل الحمد لله. فهدفنا دلوقتي وتحتينا تونس والراس الاخضر، لو فضلنا كده هنبقى في كاس العالم بعيد عن غانا وبعيد عن كوت ديفوار وبعيد عن السنغال. لا ما انا متهيألي احنا هنفضل كده خلاص، لانه مفيش ماتشات تاني قبل القرعه. هدفنا يعني في كلام لسه في الفيفا انه الفيفا ديت بتاع شهر 6 تخش القرعه حضرتك 24/6. ممكن الماتش بتاع تنزانيا يكون مهم جدا، عشان كده احنا مستعدين له، استعداد مهم جدا. كويس. وافقنا النهارده على ان 30/5 نعمل ماتش مهم يزودنا في الرانكينج، وكمان نبقى في تنزانيا هدفنا الفوز عشان تحسم، ممكن تخلينا كمان فوق السنغال، يبقى احنا مأمنين نفسنا ان احنا من تحتنا فرقه كمان. طيب بس اذا كنتوا بقى اذا كنتوا هتعملوا ماتش رسمي في 30/5 ولا بتاع، هاتوا بقى ايه جزر القمر لسوتو حاجه كده عشان نضمن نكسب. المكسب بيجيب مكسب يا سامي والله ان شاء الله ان شاء الله. خروجنا من عنق الزجاجه طبعا، يعني الباشمهندس ثاني ابو ريده الحقيقه المشرف على الفريق، يعني نشكره بشكر خاص لانه اضاف معانا في مجلس مع زملاء في مجلس جمال علام مانت قبل يقطع حاله من الالتزام وحاله معاك. بس الحقيقه يا حاج محمود، لو انت يعني انا عارف ده موافقني مع كامل احترامي لهاني ابو ريده وانتوا شغلكم، بس الحقيقه امبارح البطل رقم واحد كان الجماهير، الجمهور قولا واحدا صح. عشان كده عوده الجماهير اصبح عمليه ملحه جدا وفارق في صناعه النجاحات والانتصارات سواء على مستوى الانديه في البطوله الافريقيه او على مستوى، ما فيش مشكله واحده 70,000 متفرج كله جول مصر صح. كله متوحد، انت عارف ما فيش انتماءات بقى ولا صحيح. ولا ده توجه ولا ده معارض ولا مؤيد، هي الكوره بتجمع الناس كلها تامر. مظبوط. يعني اتمنى ان يبقى ده الرغبه والحقيقه. طب هل تواصلتوا النهارده مع الامن مثلا وقلت لهم بعد نجاح التجربه بتاعت امبارح ممكن بقى نسمح بعوده الجماهير على الاقل افريقيا؟ بالظبط ده اللي حضرتك بكلمه من حضرتك، ان احنا في مجلس اداره ايوه كانت البلدان الفرحه العارمه العميد صلاح الحسين ماسك الملف طبعا ونائب في مجلس الشعب، كان تواصل على طول مع الامن العام قال له محمود يسري والناس لديهم لغبه اكيد اللي في افراح السعوديه كحكومه انهم يفرحوا الناس بالموافقه، وفي موافقه مبدئيه على عوده الجماهير تدريجيا في نهايه الدوري وفي البطولات الافريقيه القادمه باذن الله. في موافقه مبدئيه فان شاء الله في جماهير في الماتشات الافريقيه ان شاء الله الاربعه الجايين اللي هو في دور ال 16 تمهيدا، لان لازم حضرتك عارف في دوري المجموعات لازم يبقى في جمهور. الزام بالظبط، قبل ما يبقى في الزام وقبل ما يبقى في هجوم خلينا نيجي تدريجي عشان الناس تفرح، والمستوى برضه كمان بيفرق مليون في المية. حضرتك تخيل النهارده في اللحظه الربع ساعه الاخيره دي لو الجمهور مش واقف وبيشجع والضغط اللي حصل علينا كان حصل ما لا يحمد عقباه. طبعا ده اكيد ده كوره يعني صح. طيب في ثانيه يا حاج محمود لو سمحت، مصير اتحاد الكوره بعد حكم الحل، هتستقيلوا هتستشكلوا هتعملوا ايه؟ بص هذا هو خلاص الطريق، ان احنا داخلين على انتخابات كمان 3-4 شهور، واحنا حريصين ان الانتخابات ما يبقاش فيها عوار. انا عايز بس اوضح ان مجلس اداره الاتحاد عمره في تاريخه على الاطلاق اكمل دوره كامله. صح يعني بس صح. يعني حضرتك الدوره اللي فاتت تفتكر بعد ما قدر الكوره تتحل الانتخابات بعد بتاع 2006 مع مهندس حسن صار عشان اللجنه الاولمبيه، بعد قعدنا 3 سنين وكنت انا موجود، فاحنا ما عندناش مشكله ان احنا نمشي، بس عايزين نمشي من غير مشاكل. اولا اللي عندنا المدير التنفيذي لا تزيد مدته عن 3 شهور، ده لائحه لا تزيد مش لا تقل، يبقى لازم يقعد 3 اشهر بس.
نمره 2 لجزء اجراء انتخابات حضرتك عارف الا بعد اللجنه الاولمبيه سواء اكتملت او صحيح اشتركت صحيح او ما اشتركتش. فاحنا عندنا 20/8 ده قانون بقى مش لائحه ولا دوري ولا حاجه تمام. عشان ما حدش يروح القضاء الاداري فاحنا حريصين هنعمل خريطه طريق. احنا عندنا دعوه بطلان في الاداريه الاوليه وعندنا استشكال طيب يعني انتوا هتمشوا في الاجراءات بس اهم حاجه مش عايزين لا مشاكل لا مع الاتحاد الدولي ولا حتى يعمل حاله عدم استقرار في الكره المصريه ولا مع الحكومه ولا عدم استقرار. شكرا جزيلا الحاج محمود الشامي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. والخبر انه الخبر بيقول انه في موافقه مبدئيه من الامن المصري لعوده الجماهير ان شاء الله تدريجيا بدايه من مباراه الاهلي والزمالك والانديه المصريه المشاركه في البطولات الافريقيه ثم باذن الله في نهايه الدوري العام المصري لكره القدم.